الترويج للموضة هم أعداء الأمة، وممن يستفيد المصانع اللي تصنع وتوج حين تلفون مثلا، عندهم مثلا تقنية واجد، يجيب تلفون يصنع تلفون حط فيه تقنية واحدة، تشتري انت يريد يطلع تلفون في تقنيتين حتى تقول اوه احنا لازم احنا نشتري الجديد، والذي التقنية من زمان عندهم بس ما يطلع هدفة واحدة يبي ياخذ فلوسك. فالمصانع ودور دور الأزياء والصحف اللي تروج، ما شوف الصحف النسائية سيدتي وسيدتي سيدتي وسيدتي، وهذه مسكينة هاي كلها تمص أموالنا وإحنا عليك اللي ما تضيع. أعداء الدين، خلنا نأخذ بعض الكلمات لأعداء الدين. يقول أوسكار ليفي: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه، كل الفساد في الأرض هم يشتغلون وراه، ومحرك الفتن وجلاديه، جلادي العالم اليهود. رئيس الوزراء اليهودي بيغن يقول: مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية والمهمة شاقة. إغلاديسون رئيس وزراء بريطانيا: لن يستقيم حال الشرق، احنا الشرق هم الغرب، ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. يعني يبرز المرأة ومفاتنها ويبعد القرآن عن ساحة المسلمين. الأخير هم الحكام المستبدون. شلون؟ الله يقول عن فرعون: فاستخف قومه، مفعول به قومه، يعني جعلهم اخفاف عقل حتى يطيعونه ويرضون له بإكبار. إذا هذا بروفيسور وهذا دكتور ينظر لحاكم ما يعرف يتكلم كلمتين بالدونية فيتمرد عليه، أما إذا أنا ما أفتهم والحاكم عنده أبها وعنده مستشارين يتراول يعظمه وسميه صاحب الكذا وصاحب الكذا. فسياسة السلاطين المستبدين لو على بدهم يقولون لشعوبهم لا تسمعون أخبار واشتغلوا بالصيد، ها مارسوا الهوايات، اتركوا عنكم السياسة، لو على بدهم كذي صح لو لا؟ لأن السيطرة بالاستخفاف، وهذا ما صنعه بني أمية.